احمد، احمد نوض نوض. النهار اللي جبنا السحلب انت جيتي تنعس، شحال وحنا كندورو عليه، النهار اللي لقيناه نعستي. طب انا ما عرفتش عامل اجي نصوبو. نصوبو نقول له يلا يا سحلب، نقلبو نقلبو كيفاش كتصوب، نسولو نعيطو لماماك، نعيطو كاينه ماماك، ماماك اللي غتفيدنا، الوحيده اللي غتفيدنا. اصلا بتحطي فيه لبن وحكايات و... انا عيطوا لماماك، حنا ما خاسرين والو، نقول لها انا تشهيتو لازم السحلب مين شرينا وحنا حاطينه. بصي هو اصول السحلب، اصول انت بتصوري ايه بس دلوقتي؟ اصول السحلب بيتشرف في الشتاء عشان بيدفي. انا تشهيتو دابا ويتحط عليه مكسرات. معليش يلا نمشيو نصوبو كده، يلا نمشيو نصوبو. ايوا نوض لازم. يلا اتفضل يا حبيبي. شكرا. اتفضل. شكرا. قمنا عشان نعمل السحلب، تمام؟ هنكلم امي دلوقتي بقى برضو، يعني دعوه صغيره بقى للوالده، هي اللي هتقول لنا السحلب بتعمل ازاي بقى. انا ما اعرفش، انا كل اللي اعرفه ان ده السحلب ده انا لقيته بالصدفه هنا، تمام؟ ده انا لقيته في محل في اجداد في الرباط، في محل سوري، تمام؟ هو عبارة عن بودرة بيبقى خليط كده نشا ومعرفش ايه، هحاول اخليها تقول لنا ايه المكونات بتاعته، وبيبقى فيه بقى لبن، تمام؟ ده اللي انا اعرفه عن السحلب، واصلا ما بشربوش، بس هنعرف دلوقتي بقى، نكلمها. الو السلام عليكم. حضرتك معاكي جورج كردوحي من برنامج من سيربح السحلب. عامل يا ماما؟ اخبارك يا ماما؟ الحمد لله كله تمام. بابا عامل ايه؟ كويس الحمد لله. طب بصي انا مش هطول عليك، هخش لك في الموضوع على طول. يعني احنا دلوقتي يعني لقينا السحلب بالصدفه في المغرب، تمام؟ ده لقيناه في محل سوري او لبناني. طب انا عايزه تعرفي تقولي لي السحلب، المكونات السحلب بتبقى عباره عن ايه؟ يعني البودره البيضة دي، عشان بس انا بصور فيديو والناس برضو تعرف مكوناته من ايه. هو بيبقى دقيق ونشا وفرقين مكسرات، تمام؟ بس وبيتعمل بقى وبيتعمل ازاي بقى؟ هنعمل ثلاثة، هما يجربوه على فكرة، هما أول مرة يشربوه. طيب الثلاثة اعمل ثواني بس عشان أنا عايز أوريكي حاجة قبل أي حاجة. بصي ده السحلب. أيوه كله بيتكب ولا باخد حبة ولا بعمل إيه؟ لا أقول لك. أيوه أنا هقول لك. قولي لي إيه؟ أنا عايزك تقولي لي. اعمل بقى إيه؟ عندكم طبعًا الحليب. بصي الحليب ده. ده. ماشي زي عندنا كده. زي عندنا تمام. تعمل كوبايه، وريني الكوبايه قد ايه. انا جايب لك كوبايه بس انا ما بخافش اهو، كوبايه بتاعت الشاي اللي بابا بيشرب فيها الشاي. تمام اهي. كوبايتين لبن. طب انا جبت دي يعني استخدمها في حاجه؟ دي اعمل حاجه حلوه. الكسرونه دي انت بتسموها ايه؟ كسرونه. كسرونه؟ مين اللي كسرونه؟ هي الكسخه. ايوه هي اسمها كده. اسمها كسرونه؟ ماشي. اللي بصي يعني اللي سابنا وغار عتل على طريق السيار. كملي. احمد كملي. واللي سابنا وجري عتل على الدائري. كملي. ده انا لا كملي. الله يمسيك بالخير يا ماجد. والله. لسه اعمل ايه؟ احط في الكسرونه دي كوبايتين من ده اللبن. طب استني بقى عشان احنا هنعمله بس قدام الناس جاهزين. ثواني بقى. طب كده انت سامعاني صح؟ طيب استني كده كوبايه بس كوبايتين لبن وكوبايه ميه معاك.
ثانية واحدة بس، ثانية واحدة. ادي كوباية اهي، تمام؟ ادي الكوباية الثانية. ثواني ثواني، خليكي معايا. ادي الكوباية الثانية، تمام. وكوباية مية ماشي، نفس الكوباية كوباية مية صح؟ افتحي لي كده دي. تمام خلاص، حطيتهم انت كده. ايوه، وازود كوباية مية بس زيهم. بس خلاص زي الفل، تمام. قطع اربع معالق سكر كبيرة، المعلقة الكبيرة اللي بتاكلوا بيها. طيب ثواني، ثواني. ايوه فاهمة فاهمة، خليكي معايا ثواني. ويا رب السكر ما يقعش. انت بتعملي ده بس. طيب انا هجيب معلقه كبيره. ماشي، شكر. ماشي، احط معلقه كم معلقه سكر؟ وريها تشوف. اربعه. مستني اوريكي كده. دي اربعه. تمام ماشي. اتنين. احنا يا جماعه في ناس كتير قوي بتعلق لنا كل ده سكر وكل ده ملح وكل ده مش عارف ايه. احنا بنحب الحاجات زياده يعني. انا حطيت اربع. اقلبهم. ماشي، اقلبهم وهم على النار بقى. ايه وهم على النار؟ غير بس السوعيه بتاعت اللبن. طيب ثواني، احنا ممكن ما تسخنوش جامد عشان السحله. طيب ثواني بس، انا لسه ما حطيتش سحله. ايوه ماشي، انا فاهمك يعني. انا موطي عليه اهو واقلبه. تمام تمام. قلب. انا بقلب اهو. امي بتقلب. بتقول لي قلب. قلب في ايديك انت بقى. تدوقه. ادوق مين يا ماما؟ ادوق ماما؟ انا ما دقتش، ما شربتش لبن من خمسه ابتدائي. انا ادوقه. هي تدوق. اي حد تاني. انت طيبه قوي يا امي. جيب لي ملعقه عشان ما اقدرش اعمل سكر تاني. وانتوا مثلا بتحبوه مجبور كده. حاضر ثواني، خليكي معايا. جيب لي ملعقه واحده اخرى. ثواني لا، خلي هذيك حرك بيها. وطي. جيب لي واحده اخرى ندقها. موطي انا موطي. جيب لي واحده ندقها. وهو على النار كده. ايوه بتقول لي حلو. احط السحلب. معلقتين كبار. طب استني خليكي معايا. معلقتين كبار. احنا بنعمل عمليه فتح السحلب يا جدعان دلوقتي، تمام. معرفش ده جاي دخل ازاي اصلا، ده ما بيعدوش من المطار. انا اللي بيبقوا ماشيين جيميكا. السحلب اصلا، السحلب بيشبه يشبه والله. طيب اخد معلقه ناشفه. احط معلقتين كبار من السحلب يا ماما. وقلب بسرعه يا اخي. طب ثواني. ايوه اهي ماما كده سكت. معلقتين كبار املاهم. حاضر اهو. ممكن ده. نحط معلقتين معلقتين عادي اكتر من السكر يعني. وايه وحاجه بسيطه. صح، انقص منها شويه يعني كده. معلقتين كبار قوي اهو. تمام. ماشي. هنقلب وحيد المعالق. اربع معالق بيقلبوا. استنى حيد حيد. ايوه فهمت كده. انت بس البتاع ده عشان ما يوقعش في الكسرونه، عشان لو وقع في الكسرونه هنجيب ناس تبعت. وطي انت بس البوتاجاز. والله موطي. اقفل عليه خالص طيب عشان ترتاح يا امي. موطي. طب ولما يعني افضل اقلب لغايه لما افك الكركعه اللي فيه دي صح؟ الله يمسيكي بالخير يا امه.
من يومين كنت بنقي الترمس. اتحكي اتحكي يا امي اتحكي. لا والله ناقص لي فعلا، ناقص لي الجرنان، والحمد لله ان ايه قليل اللي بيجيب جرانين دلوقتي. ناقص لي الجرنان وناقص لي بطيخه تحت ايدي ورن الجرس من تحت انا جيت. الزوز بيعمل سيكوك؟ اه ولع الدنيا يا زوز. الزوز مساء والله. بصوا يا جدعان، بقى ميه بعد ما حطيت اهو، بنفضل نقلب لان البودره بتفضل فوق. السمك هو ليه سمك؟ اه عادي ممكن نقرب. ايه اعمل ايه دلوقتي انا يعني دلوقتي؟ انت عايزه تشوفي؟ مش هتشوفي. قرب ليها. لا انا شايفه. شايفه. لا لسه طبعا. قلب بقى قلب. هو خفيف خفيف. مالكش دعوه بخفيته، ده هو ما يغلي غلوه هتلاقيه تخن بعد كده. ماشي انت قادره. هو رايح يتقل. هيبدا يتقل اهو يا ماما. عشان خلي بالك في نشا بتاع دوت نشا. ايوه انا فاهمك. ايوه هو بدا اهو تحس ان بكسو يا اخواتي بيعمل سحلب بكسو. تمام تفضل مقلب بقى كده. عايز تعلي البوتاجاز عليه وانت بتقلبه. علي البوتاجاز. افتح الكبوت واقفله. انا عايز اسال سؤال، يعني دلوقتي انت قلتي لي مكونات السحلب، قوليها كده تاني. بيبقى النشا والدقيق. ايوه والمكسرات. لا ماليش دعوه، انا بتكلم الـ 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 المكونات بتاعته، البودره اللي قدامي دي من غير مكسرات. هي هو النشا. ايوه والدقيق. يعني انت ينفع اي حد يعمله اصلا؟ يعني بيحطوا بقى قد ايه نشا وقد ايه دقيق؟ واحنا اللي كنا دايخين عليه. لا عشان ما نفتيش فيه لازم يكون جاهز. يا جماعه انا حاولت يعني عشان بس ايه، انا سالتها قدامكم اهو، بس هي جابت من الاخر بتقول ان علشان ما نفتيش او ما يطلعش، يعني هو طبعا النشا اكيد ليه جرامات معينه والدقيق ليه طريقه معينه، فايه ان احنا بنحاول نجيبه جاهز عشان نريح دماغنا بس. وعليه الفانيليا. فانيليا ريحه كده فانيليا. انت لما تشوفي في ريحه حاطه له فانيليا. ممكن ازود له سكلابشر او 212. ماشي او هوجو. يبقى سحلب بيبس. طب هو دلوقتي انا حاسس ان في سخونيه، يعني ايه هو بدا يتقل. هيبدا يتقل. ما بغيت كده. انا عمال بقلب بس مفيش كلكعه خالص ولا كلكيه. خلاص سيبه بقى. خلاص سيبه. يعني اسيبه اعمل ايه يعني؟ يغلي. سيبه على النار يغلي. بس سيبه بقى وعلي البوتاجاز، بس اقف قدامه عشان اول ما يغلي اقفل عليه. ايوه اللي يغلي دي هيبقى عامل ازاي؟ يعني هيفور زي اللبن. هيطلع لفوق او انا منزله لتحت زي القهوه كده. انا مش ست بيت يا ماما. انا مش ست بيت والله. انا اتخطفت والله. انا اتخطفت. بص بقى. ايوه انا باصص. شايف السمك بتاعه كويس؟ التقل بتاعه. استنى اجيب معلقه تسعه. خدي انت بقى اتعاملي يا هي. خفيف ولا تقيل؟ هي هتشوف دلوقتي. لا لسه خفيف. لسه ما يغلى. ما زال ما غلى. لا لسه ما غلاش. ما زال. لسه شوية. علي علي شوية بتجاه. والله معليين يا ماما. أفجر الأنبوبة؟ لما يبص أخليه، يعني أخليه دلوقتي يغلي قد إيه؟ مرتين ولا مرة؟ لا مرتين. وقفل
يعني يغلي غلوة واقوم شايل واحطه تاني يغلي التانية واقوم طافي بقى خالص. بالظبط كده. صباح الفل ده بس. وبعدين لما تيجي تصب بقى تحط في الكوبايات بتاع دي الصفايا كبشة صغيرة. الصفايا كبشة. ايوه دي صغيرة. دي لا اويلي مش هذيك في الكاس راهي صغيرة. لا ايوه صغيرة بس اويلي احمد. أيوة. اويلي على حشومتك ماشي هادي رغم بالالوان. ها هما الالوان مصفى. اويلي اويلي يا انا مش ست بيت دي يا ماما. وريني وريني ايه ده يا احمد. وانا قلت لك صفي. انا بقول لك كبشه. يا ويلي يا ويلي ثاني بس انت ثواني بقى امي بقى عشان اعمل جريمه. انا فهمتك وحسستني ان انا جاي من ورا الجاموسه تمام. فقالت لي يا ويلي لا دي عايزه دي وانت مش عايزه دي. انا جبت لك ايه بقى يا ست الكل. انا جبت لك دي مش هي دي. انا ابنها يا امي. وقول لي انا ادرى الكبو احنا غير الكسرونه. معلش لا انت تكبي كده عشان ايه ممكن تدلدقي بره. هي خايفه عليك يا حرام. واخا سيدي واخا اسمح لي كان اعتذر. ماشي مشكل اختي حتى يكون في الفراره. صحاب لي الفراره حيت ما كنبغيش انا الفراره في الحليب. هنصفي الحليب من النشا مثلا ولا الفراره هذيك الفراره اللي كتكون الفوق ديال الحليب ما كنبغيهاش. داكشي علاش صحاب لي بغات تقول لك صفي على الرغوه اللي تبقى فوق دي. ما ديال الحليب ما كنشربها ما كتعجبنيش. معليش كنعتذر ماما. انت تفضلي شرب السحلب. انا يعني انا دايما بقول لها السحلب بيتشرب في الشتاء عشان بيدفي. وانا تشهيته وهي تشهيته. اويلي ماشي دلوقتي. بس في ناس بتشربه عادي في الصيف صح. انا تشهيته وبغيت نشربه بس هو مستحب في الشتاء اكتر. وانا شربته عشان تكون في الشتاء. ماشي ميقه سخنات لسه خفيفه. احنا بس عشان حاطين الحديد اللي تحت الحل يمكن. طب احنا ممكن نقفل عشان الناس كده يعني ممكن اصلا ايه يعني مش عايزين سحلب. مش عايزين سحلب. فاحنا ايه نرجع لكم تاني في اي خطوه جديده بقى نشوف اللي بعد. نكلم ماما. ايوه يا امي شوفي كده. ايوه بصي حاولي تشوفي فيه. بصي بيحركوا بدا يتقال شويه. تمام. فانا بقلبه عشان ايه ما يمسكش في بعض. لما لا خلاص بقى اسيبه بقى. اسيبه من غير ما اقلبه. اسيبه. ماشي اوكي. طب هو غلي اول غلوه اهي. بصي فوق اهي. طيب غلوه تاني واقفل يا احمد. طيب ماشي. انا شايفاه. طيب هو انا بصبه وهو سخن. هو بيتشرب وهو سخن اصلا ولا بيتشرب ساقع؟ لا بتستنى بقى شويه بس خد بالك عشان ده بيبقى سخن. ايه موحوح خلي بالك صح. انا بقول لك ماشي اهو. المكسرات بقى عايزين اجيب مكسرات. زي ايه كده مثلا؟ ما فيش اللوز والقرقعه كده. بص بقى المكسرات مثلا لو عندكم في كاين اللوز جوز الهند. في جوز الهند اللوز ما عادش كاين هنا ولا كده. طيب ماشي احنا هنتصرف في حوار هنتصرف فيه. طب بدا يعمل قشره يا ماما. مش هذاك ديال اقفل بقى. اقفل عليه. اقفل. ايوه انا شايفاه خلاص كده. اقفل. طيب خلاص ماشي. بس ماشي. بص بقى. ايوه لو مش مكسرات حد حبب المكسرات في سمسم عندك. كاين سمسم. عندكم سمسم؟ موجود. كاين عندي. كاين موجود. حلو رش من فوق بعد ما تحط في الكوبات بس. ماشي. انا هنظبط الدنيا دي. ماشي. استني هقول لك على حاجه. انت ممكن تخليكي معايا. انا ممكن دلوقتي اصبه في الكوبايه. خليه يبرد شويه. ولا خليه يبرد شويه؟ لا لا في الكوبايات. طب بصي في مرحله الكوبايات هكلمك ماشي؟ طيب. عشان يبقى ايه ماشي. يعني ماشي يا امي. ماشي. يلا سلام. سلام. كلمنا امي بقى ما ردتش غالبا زهقت مني. بصوا احنا دلوقتي في مرحله ايوه
هوبا يديله يدي تمام. شوفوا بقى انتوا عندكم كذا حاجه. عندكم لو في حد عنده مكسرات، مكسرات تمام، المكسرات دي اللي هي اللوز، عين جمل طبعا بيبقى مكسر حاجات صغيره، عين جمل هو الجرجع، الجرجع تمام. عندكم كذا حاجه من دي احنا بنسميها مكسرات. لو فيها، لو هي متكسره عندكم حاجات بسيطه ممكن تحطوها وبيتاكل بمعلقه وبعد كده بيتشرب، دي حاجه. في ناس بيبقى دماغها تحط السمسم بس، زي الاستاذه اللي هي نفسها اتشهته، فهي هتحط السمسم، هتنها شويه سمسم ولا عادي مفيش مشكله، اهو حبه سمسم وبتاكل بتشرب برضو عادي بيدي طعم تمام. لو في حد عنده زبيب، الزبيب اللي هو فيه زبيب الوان، غالبا في زبيب لونه احمر كده، برضو في ناس بتحط الزبيب في السحلة. وبرضو لو دخلنا على جوجل وكتبنا ايه فوائد السحلة اعتقد هنلاقي له فوائد، فيلا كلنا ايه نخش على جوجل ونكتب فوائد السحلة. يلا نشوفكم على خير، السلام عليكم.